ناخد على التليفون معايا طبعا احد نجوم نادي الزمالك السابقين ونجم المقاولين السابق ونجم منتخب مصر كابتن علاء كمال. علاء نورنا علاء ازيك يا كابتن حبيبي، ابو العلا؟ ازيك عامل ايه؟ ازيك يا كابتن عامل ايه؟ حبيبي علاء كويس، انت عامل ايه؟ تمام كله زي الفل، وحشنا يا كابتن وانت والله، والله امورك تمام. كله زي الفل ربنا يخليك. علاء قول لي بقى، لو دخلت معاك في الفنيات على طول، انا عارف انت لعيب حريف يعني، قول الحمد لي لله. علاء كده، شفت الماتش اللي فات ازاي بشكل عام، وايه الحاجة اللي ممكن نبقى يعني حذرين منها المباراة اللي جاية ان شاء الله؟ طبعا في الاول نادي الزمالك الحمد لله ان هو فاز وانه قدر يرجع بنتيجه ايجابيه. طبعا المباراه بتبقى ماتشات افريقيا اللي بتبقى ماتشات صعبه شويه بالذات بره ملعبك. فنادي الزمالك اعتقد انه قدم مباراه جيده، خرج باللي هو عايزه وقدر يفوز. الماتشات دي يا كابتن ممكن تبقى اعداد لماتش السوبر، يعني مثلا الماتش الثاني هيبقى ماتش العوده، نادي الزمالك برده ان شاء الله يعمل مباراه كبيره ويقدر يكسب ويكسب بالسكور كويس، يعني كاعداد لمباراه النادي الاهلي باذن الله في السوبر. فاعتقد ان نادي الزمالك المباراه اللي جايه محتاج ان هو ينزل من بدايه المباراه، يقدر يسجل من البدايه ويخلص الماتش من الاول، علشان يقدر كمان الراجل يقدر يجرب بعض اللعيبه اللي ممكن يستخدمهم في مباراه السوبر ان شاء الله. يعني ان شاء الله. علاء ايه اكتر حاجه عجبتك الماتش اللي فات، واكتر حاجه ما عجبتكش؟ اكتر حاجه طبعا نادي الزمالك كان عنده اصرار على الفوز وان هو يطلع من هناك بنتيجه ايجابيه، دي من اكتر الحاجات اللي كانت مميزه في المباراه، وان ان هو كان دايما بيحاول يضغط وبيحاول يوصل للجول وبيحاول يطلع من المباراه بنتيجه ايجابيه. دي الحاجات اللي كانت باينه ان نادي الزمالك نازل عايز يكسب. يعني الحاجه اللي ما عجبتنيش ان نادي الزمالك كان فيه شويه بطء في رتم الاداء شويه في المباراه، ده محتاج ان وده ممكن يكون بسبب ان اللعيبه كانت واخده اجازه بقالها فتره ولسه راجعه، فاعتقد ان الريتم محتاج يعلى شويه لان مباراه السوبر هتبقى مباراه صعبه. فنادي الزمالك يقدر يعد نفسه في المباراه اللي جايه ان هو يقدر الراجل يحاول يعلي رتم المباراه شويه، يحاول ان اللعيبه تلعب بسرعه اكتر من كده، ويجرب عدد كبير من اللعيبه، علشان لو لا قدر الله حصل اصابات حصل اي حاجه، نادي الزمالك على طول بيعاني من الموضوع ده، وظروف الماتشات بتبقى صعبه واغلب الاوقات بيبقى عنده لعيبه عندها اصابات وعنده سوء حظ غريب جدا في الماتشات بالذات قبل النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان المباراه اللي جايه نادي الزمالك باذن الله يلعب بكره سريعه، يلعب كره هجوميه، يقدر يضغط من بدايه المباراه ويسجل اهداف حتى تديله ثقه في مباراه السوبر يعني. طيب لو كلمتك عن التشكيل، لو ليك اي ملاحظه على التشكيل، لان طبعا عارفين عمر جابر لعب باك شمال، محمد شحاته لعب باك يمين، الراجل مصمم على عبد الله السعيد جنب دونجا، قدامهم ناصر ماهر. فيعني احنا يمكن الفرقه دي تقريبا هي بنسبه 80 90% اللي الراجل كان معتمد عليها بشكل كبير بالزبط. في اخر في الماتشات اللي هي كانت حاسمه او لا قبل ما يدي اللعيبه راحات اجاز. اعتقد ان هو ده التشكيل اللي الراجل اللي اعتقد مقتنع بيه ومش هيغيره من وجهه نظر، يعني ان هو مش هيغير التشكيل ده. اعتقد انه هيلعب بالمباراه اللي جايه وهيلعب بمباراه النادي الاهلي، ما فيش تغييرات كتير طبعا بسبب فتوح ان هو برضه لسه راجع، ما اعتقدش ان الراجل هيقدر يجازف بيه لا المباراه اللي جايه ولا مباراه النادي الاهلي. اعتقد ان التشكيل ده هو الاقرب للموسمين الجايين يعني. تمام.